السلام عليكم. التحكيم في كرة القدم عرف واحد التطور كبير من قطر كأس العالم لأوروبا، دابا كأس أوروبا اللي كيدوز حاليا. هذا التطور علاش؟ لأن توظفت التكنولوجيا الحديثة، وظفنا التكنولوجيا الحديثة في القرارات ديال الحكام، يعني في التحكيم. وغيكون إن شاء الله الموضوع ديال اليوم هو أن ما غاديش نتكلم على القوانين ديال التحكيم، ولكن غنتكلم على كيفاش توظفت التكنولوجيا باش نفهموا. كنتفرجوا في الماتشات كيكون اعاده في الفار، كيكون هذا ربما بزاف القرارات ما مفهوماش. غنحاول نشرح كيفاش توظف التكنولوجيا، وغنحاول نبسط الموضوع يعني الى اقصى حد، لان كنعرف الجمهور ديال الكره جمهور عريض وباش يفهم كل شيء. اذا غنبسط الامور. فاللي كنعرفوا هو بان واحد الوقت كانت كره القدم فيها لي زاري جو، واقف الماتش، علاش، واش ما ولا ماشي ما، واش بيلانتي، واش دخلت الكرة، واش بيت ولا ماشي بيت، واش خرجت الكرة من التيران، واش اورجو ولا ماشي اورجو. دونك كان دائما الصداع ودائما المشاكل والاحتجاجات في الجمهور، من الجمهور، احتجاجات من اللاعبين، احتجاجات من البوندوتوش. الاربيط مسكين دائما هو الضحية، لان عنده التقدير يعني كيشوف غير بعينيه، وخصو في وقت وجيز يديسيدي ويقرر ويشوف، كيعتمد على حاسة العين. ولكن راه ربما ما كيشوفش، كيكون في واحد الزاويه ما كيشوفش مزيان، ربما كتكون انتربريتاسيون ثقيله، ربما كاين تاثيرات اخرى، ربما دوك، وكيكون دائما ضحيه. وكنعقلوا حنا على الجمله المشهوره ديال الاربيط ومسخوط الوالدين، فهي جات ورا ما مسخوط ما والو، ولكن جات من هذه الاخطاء اللي كانت شائعه دابا، وخاصه الاربيط ديال التوش، لان الاربيط ديال التوش اللي كيكون غادي جاي مع اخر لاعب، يعني اخر لاعب، لا اخر لاعب في التيران، فهذاك خطا منه يمكن يتسبب في بيت هو غير مشروع، وربما خطا منه كذلك يقدر يحيد بيت هو مشروع. دونك كاينه مسؤوليه كبيره. داك الشيء علاش ولينا كنهضروا على لوتوماتيزاسيون، يعني دابا الاربيتراج اوتوماتيك، كنقولوا سومي اوتوماتيك، لان كيبقى دائما التكنولوجيا كدير تحليل وكتبين وكتعطي بيانات وكتعطي احصائيات، ولكن القرار الاخير كيعطيو للحكم، لان الحكم كيبقى دائما الانسان. ما يمكنش واخا ان تقنيا راه ممكن نديرو اوتوماتيك 100%، ما يكونوش كاع لي زاربيتر والخطا يكون صفر، ولكن العنصر البشري بزاف ديال الحوايج خصو يكون، لان هذه كتبقى لعبه كره القدم، ماشي ان سيونس اكزاكت، ماشي غادي نطلعوا صاروخ ولا غادي نديروا واحد لا فورميل ديال شي فاكسان ولا شي دواء ولا. دونك هنا كلشي كيقول لك غنمشيو نقصرو، غنمشيو نلعبو كرة، اون جو دو فوتبول، وي بلاي فوتبول، كلشي كيلعب. دونك خصنا نخليو العنصر البشري وشوية ديال التشويق. ف غادي نتكلم على هذا هو التيران. دونك هذا هما النقط اللي غنحاول. دونك قلنا الاربيتراج سومي اوتوماتيك، لان كيبقى دائما واحد الجزء ديال القرار في يد الاربيتر الانسان. والتكنولوجيا اشنو هو؟ مثلا هذا هو التيرانات كلهم راه فيهم هنا دي ديتيكتور، كيقول لهم دي كاميرا في الجنب ديالهم، واحد العدد كبير ديال لي كاميرا ديتيكتور، يعني اي نقطه في التيران فهي الاكس واليكغيك والزد ديالها زد اكس يغيك، يعني اي نقطه هنا الكره فين ما جات ولا لعب فين ما جا فهو لوكاليزي، يعني لوكاليزي في المساحة وفي الاسباس. حتى الكرة اللي كانت الفوق فهي يعني أي لعاب، أي الكرة، لي جوار في أي نقطة من التيران فهي معروفة لو إكس والإيكغيك ولو زد ديالها، يعني موحدة. دونك هنا هادشي كله عن طريق هاد لي كاميرا. هاد لي كاميرا ماشي هما اللي كيقولوا لنا الماتشات، هاد لي كاميرا عندهم علاقة غير بالفار وبلا كونيكسيون وبالتحكيم أوتوماتيك. فملي كنكون بان مثلا بغينا نهضروا على البيت، الجول مثلا ديال برا، هذا هو البيت، الشبكه، فالشبكه فيها مساحه ديال الارض، خص الكره تفوت الخط الا كانت في الارض، وحتى في الجو هذا هو اللي كان صعيب. ملي كتكون في الاسباس خصك تشوف الجنب واش دخلت ولا ما دخلتش. الاربيتوش ما يمكنش يضبط 100%، يمكن يحيد بيت ولا يحسب بيت. هنا دابا مع التكنولوجيا فا 1 سنتيمتر بري ولا 1 مليمتر بري، الكرة ملي كتدخل في الاسباس فهي لوكاليزي، كما قلنا لوكاليزي بداك المعيار ديال اكس يغيك زد في الاسباس. وملي كتدخل اوتوماتيكمون كتدخل، كاين واحد الميساج كيمشي للحكم، فيبراسيون، لواحد المكانة، واحد ريسيبتور عنده،
وكيصفر بيت. ولا لاحظنا بان ما بقاوش احتجاجات في البيت، اللي الا تصفر بيت كي كيمشيو يلعبوا يعني راه تماركا. كان واحد الوقت لا ماشي بيت لا ما دخلش، دابا لاحظوا بان ملي كيكون بيت واخا ما بينش لينا واخا في الاعاده ما كيبانش، ولكن لا تكنولوجيا كانت ربما ما نالو قدام هذو الاحتجاجات اخرى. غندخلوا في واش الكابتو الكاليبري، واش ما كاينش شي فيروس في اللوجيسيال، واش غادي يمكن حتى الجمهور غيتطور وغادي ربما ما نالو قدام. ولكن دابا حاليا بيت فهو غادي نهضروا على لورجو. لورجو كان واحد الوقت الحكم ديال الاربيط خصو يشوف اخر لعاب، وملي واحد مثلا هنا غادي نشوفوا هذا اللعابه، غادي نديروا هذا الجول هنا، هنا لاعب، هنا لاعب، وهنا مثلا لاعب عنده الكره، راه هذا اللي غيلعب الكره غادي يعطيها لصاحبه هنا، ولكن لادفيرسير ديالو راه واقف هنا واقف حداه. مثلا نشد هنا خضر واقف هنا، في لو مومون اللي هذا غيبغي يشوط الكره لهنا الاربيط توش شنو كيدير، كيمشي على اخر لعاب هنا. الا كان اللاعب الاحمر كي في لو مومون اللي يشوط الكره فهي اوجو، ولا كان العكس الخضر هو اللي كاين هنا لو مومون اللي غيدير في الاوجو. ولا كانوا مقادين صعيبه باش يديتيكتي. دابا مع لا تكنولوجيا لا مورفولوجي ديال اللعاب كلها توزعت، ولا فهاد لي بوين بزاف، لان هادو معطيات تعطاو لو سيستيم. فالجسم ديالنا الراس النيف الطوندون لي زيبول لي كود جميع، يعني اي ومع هاد لي ديتيكتور اي الجسم اللي خارج اخر جسم خارج فهو لوكاليزي ومعروف ديالنا، واش ديال ديفونسور ولا ديال لاتاكون. وهنا اوليو باش لاربي توش يشوف السيدي نتلاح، حيت ملي كان اوتوماتيزي ان سيستيم خصو نفهمو مانيوالمون لاربي توش كيفاش كيديتيكتي بور جو في الوقت اللي كيشوت، وخصو يشوت في هذا الاتجاه، وعاد كيكومباري. وهنا كله فرمشه عين وديسيزون. دابا في لا تكنولوجي الكره فيها دي كابتور، فيها ان اكسيلوروميتر وجيروسكوب، هذا اللي كيكون حتى في الماتيريال ميديكال، يعني الاكسيلوروميتر كيعطي التحركات ديال الكره لينيير في اكس ايغريك، لو جيروسكوب كيعطي التحركات ديالها روتاتيف، يعني الكره فين ما كانت الاتجاه ديالها معروف. ملي كنقول الاكسيلوروميتر فمعنى هذا ان هذيك لا بيس راه كاين في لي طابلو اوبيراتوار، كاين في لي زارك ديال لي زومبلي، جميع لي ماشين ديال الميديكال اللي كيتحركوا فيهم هاد لو سيركوي. سيت سيركوي انتيغري، كيبان سيركوي انتيغري عادي، ولكن هو فيه اي في كاباسيتيف، واحد لونسوم ديال الكاباسيتي اللي كيتحركوا ويشونج دو كاباسيتي اون فونكسيون ديال لي موفمون. دونك ملي كنقولوا اي كالكول اكسيلوروميتر الاكسيلراسيون، فا كي ديريفي كي يحسب لنا لا فيتاس وكيحسب لنا لا بوزيسيون، يعني كنديرو دوبل ديريفاسيون كنلقاو لا بوزيسيون ديك الكرة فين ما مشات. إذا لا تكنولوجي ملي هذا كيشوت الكرة معروف الاتجاه ديالها ومعروف السرعة ديالها ومعروف الأكسيلاسيون ديالها، لو مومون اللي شات هنا هذا كيتكومباراو في واحد الوقت ديال ميلي سكوند كيمشيو هاد المعطيات، حيت هاد المعطيات خصنا نعرفو كيمشيو ب 500 هرتز، يعني 500 معطى في الثانية. الحكم بعيني راه يظن مسكين كيشوف 60 ولا 70، حيت حنا ما كنشوفوش كونتيني، راه كنشوفو مثلا 60 70 80 صورة في الثانية، يعني الفريكونس ديال 60 هرتز. لا ماشين 500 ولا 600 هرتز، شوف شحال كبر منها، يعني معطيات دقيقة، وكيعرف واخا يكون خارج غير شوية من النيف ديالو على حسب لا بريسيزيون، لأن يمكن ندير واحد لا توليرونس وعلى حسب تا ديال طالوناج ديال الكابتور فيمكن، ولكن هنا العين المجردة امبوسيبل، داكشي اللي كيكون الأخطاء، والخطأ كما قلنا في لورجو صعيب، لأن منك البوطو غتمشي تماركي. إذن لورجو معروف في الاتجاه ديال الكرة، والأدفيرسير الآخر فكلهم كي سو كونترولي بار هاد لي ديتيكتور اللي كاين في الجناب. غادي نهضرو على لي فوت دو مان. لي فوت دو مان هي اللي تزادت في 2024، اللي ما كانتش في قطر. لا فوت دو مان كان يمكن غير لاكسيلوروميتر يعرفها، لان فوت دو مان هي ملي كتضرب كره في هاد لابارتي، وهاد لابارتي ديال اليد راه قلنا اللي ايدونتيفي بار لو سيستيم بار لي ديتيكتور بار لي كاميرا. دونك ملي كت الكره كتبدل الاتجاه ديالها معنى هذا ان ضربت في اليد، حنا عارفين ان اليد والكره تبدل الاتجاه ديالها، لاكسيلوروميتر ولو جيروسكوب غيعطيونا اون فالور
ديجيتال بون ابري كونفيرسيون بيان سور، وكيقول لنا راه تبدلت الرقمه ولكن باش تكون اكثر دقه وما تكونش دوبل كونفيرسيون. عطاونا الكره الجديده دابا شنو الخاصيه ديالها، فيها واحد الكارتون دو بريسيون، الكارتون دو بريسيون دير على الكره كلها، هذه الكره فهاد لاكوش كلها لا سيرفاس كلها بحال الفيسي كنقول لابو فيسي، ديك الفيسي اللي كيكون تحت الكره كلها ان كابتور، يعني ريبارتي فيها واحد سكون ابل بيزو الكتريك، يعني دي ريزيستونس لو فيت باش يسوبي البالون ان شوك، لو شوك واخا يكون غير افلورتي، فهادوك لي ريزيستونس لي لون ديال البالون كيشونج دو ريزيستونس الكتريك، وديك لو شونجمون ديال لا ريزيستونس هي ليماج ديال لا بريسيون وديال لو سينيال. سا فو دير راه ملي كنعرف لا ضربت في اليد وكانت هاد لو شونجمون اوميك اللي غتولي شونجمون الكتريك ولا غتولي ديجيتاليزاسيون وتمشي لو سيستيم، ف كنعرفوا بان راه ضربت اليد. واليد بيان سور لو كور اللي لوكاليزي يقدر يكون هاز يدو، يقدر يكون طيح في الارض ودارها كما كان، كما قلنا كاين معطيات في لو سيستيم ديال لا مورفولوجي ايمان اللي تخادت بدي دوني دي مليون دي دوني على ان باش ياناليزي سو لا باز ديال المعطيات هذو. دونك هاد الكره ولات فيها هاد لو ترانزيكتور ديال لا بريسيون اللي ريبارتي على البيريمتر ولا سيرفاس كلها ديال البالون لداخل، وفين ما ضربتيه راه كتكون واحد اون فارياسيون دو ريزيستونس واللي كتمشي تتريطا. دونك كنظن بقات واحد القضيه مهمه اللي مع الاسف لان الكره كتطور، مثلا الكوفرون ما يمكنش لا ماشين اللي تاناليزيها، الكوفرون الاربيط كيبقى يشوف واحد جيب دير هذا ضرب واحد الركبه ديالو غتعاود لا ماشين تعاود، كيما تاناليزيش ما غاديش تقول لك لا راه هذاك كراف، ربما يعطوا لي بوزيسيون كراف باش لو سيستيم اناليزي، ولكن هادشي كله واحد القضيه اخرى اللي غادي تحير فيها لا تكنولوجي وغادي يحير فيها اللوجيسيال ويحيروا فيها الناس اللي صنعوا هادشي اديداس ولي زاتور كومباني، هو الطبوحيط. والطبوحيط اللي عندنا حنا لاحظنا حنا دابا كنتفرجوا في كاس اوروبا ما كاينش باقا دقيقه والفرقه رابحه واللي طاح كينوض، الا كاع شرب شويه الماء كينوض، ما كاينش داك اللي كيطيح وحيد الليغات ويبدا يضرب في الارض ويبدا يتركل وباقا ربع ساعه الماتش حيت رابح بواحد زيرو وكيبقى يجبد حتى كي دوك الطبوحيط، ما كاينش فيه ان كابتور مالوروزمون، ما كاينش ان طبوحيطوميتر. وكنظن بان لا تكنولوجي غادي دير واحد الخير كبير، لقاش هذاك هو اللي كيعذبك في الكره وكيكرهك في الكره، كتبغي الكره كنا راه متعه كتفرج فيها، اما كتبقى كل شويه طيح ومحيد هذا الاخر دير الاخر مدخلين كي غادي نبيه غا كيخرج كيبغي يرجع الاخر حتى هو، فهنا خص واحد الكابتور حقيقه نفكروا فيه كاملين اللي حتى هو كيديتيكتي هاد البحاطيين باش الكره تقعد عندنا سيرتو في البطوله عندنا. الى اللقاء.